مشاهدينا متشبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في مباشر جديد من قلب العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء، وبالضبط بالحي المحمدي وبترب مولاي الشريف. هذا الحي وهذا اللي عرف انهيار ديال واحد المبنى اللي خلف أربعة ضحايا، ثلاثة منهم من أسرة واحدة وهم الأب والزوجة وطفل صغير يبلغ من العمر 5 سنوات. كنت تابعت الجنازة ديالهم والدفن ديالهم بمقبرة الغفران يومين قبل اليوم، يعني يوم السبت أو الجمعة، كان تم دفن جثمان ديالهم بمقبرة الغفران بمدينة الدار البيضاء. وفي هذا الأثناء غادي ناخدكم في جولة بهذا الحي اللي كيعرف واحد الاستنفار أمني كبير من طرف رجال الأمن ورجال السلطة وبحضور عناصر الوقاية المدنية، تحسبا لأي طارئ وتحسبا لأي انهيار، لأن عدد كبير ديال المباني هنا مهددة بالانهيار وفي أي لحظة تقدر تطيح. غادي ندير واحد الجولة هنا بدرب مولاي الشريف باش نشوفوا هاد المباني اللي مهددة بالانهيار. كيف كنشوفوا معنا، هذا هو درب مولاي الشريف اللي عرف انهيار ديال مبنى ديال واحد المنزل اللي كيتكون من طبقين زائد الطبق السفلي، يعني 3 طوابق. يوم الجمعة الماضي تشوفوا عدد كبير ديال المنازل. عدد كبير ديال المنازل محاطة بسياج. تحسبا لأي طارئ ومنع أي مواطن من الاقتراب منها. كيف كتشوفوا الحي العتيق القديم هنا بمدينة الدار البيضاء اللي خص المسؤولين والسلطات ياخذوا عين الاعتبار بأنه حي شعبي مكتظ بعدد كبير ديال الأسر المغربية، واللي ضروري خاص يتلقى لهم حل. السياجات الحديدية اللي وضعتها السلطات المحلية منعا لدخول أي شخص إلى هذا الزقاق، يعني هنا ممنوع الدخول. إذن هذه المنازل مهددة بالسقوط في أي لحظة. للعدد ديالها كبير كبير جدا، يعني واحد
هنا عاوتاني كنشوفوا بان السلطات واضعه واحد السياج اخر. انتما كيف كتشوفوا معنا بانت لكم هنا عاوتاني كتشوفوا واحد الخيمة اللي أكيد أن الناس ناعسين تما تحت هذاك القوس اللي كيحميهم من الشتاء. هانتوما كيف كتشوفوا ناس ناعسين هنا وراء هذاك الستار. الناس اللي تم الاخراج ديالهم من المنازل ديالهم لآيلة الى السقوط. نقربكم من ما يقع هنا بدرب مولاي الشريف بمدينة الدار البيضاء. هذا الحي اللي عرف ان هي مبنى سكني يتكون من ثلاثة طوابق. تعرضوا الى تعطلنا بكم باش ندورو، ولكن كيف كتشوفوا الزقاق ضيقة ويجب اخذ الحيطة والحذر باش ما تقيش سيارات ديال الناس اللي موضوعين هنا. انتما كيف كتشوفوا هنا ناس اخرين ما ناعسينش. انتما رجل كبير هز الفراش ديالو وجايبيه هنا. السلام عليكم شريف، لاباس؟ انت من داك الناس اللي خرجوا من الديور وباقي في هذا الوقت ما عندكش فين تنعسي؟ الله يحسن العوان. انتما كتشوفوا امراه مسلمة حيتها في الزنقة غتبقاي واقفة مهمتي بحال هكا. شوفوا مرة كبيرة ما بيتها في الزنقة. شكون؟ شكون واحد السكرين ولا ما عرفت بحال عادية هكا كتشوف. الله يحسن العون. انتما كيف كتشوفو ناس كبار خارجين الحوايج ديالهم بعتو هنايا.
واش عندي فين نحسب كل شيء خير. صحيح هينا بتصريح بحينا سيدي قلنا الصباح هذه كيف كتشوفوا غادي نحاولوا ناخذوا تصريح من عند الناس. الصباح هذه تكلم تفضل تفضلي تفضلي الشريفه دوي دوي. وحنا خويا حنا في الزنقه دابا، حنا الربعه الصباح حنا في الزنقه. الربعه الصباح انتوما من الناس اللي كنتو كتسكنوا هنا وخرجوكم على قبل الديوره ديالكم. دارهم رابط، دارهم دار هي اللي فيه هي اللي ريبه، هي هذه اللي طايح نصها وباقي نصها. وحنا دابا في الزنقه خارجين حنا وليداتنا ندورو دابا تنشوفوا غدا اش غيديروا معانا، حيت ما كانتش الخدمه ديومي. وحنا خويا في الزنقه ما عندنا فين نمشيو، كنطالبوا من سيدنا يعاوننا الله يرحم ليه الوالدين ويخلي ليه وليداته. كنطالبوا من سيدنا يوقف معانا. حنا دابا حنا ديك النهار هي طلبناهم سكتوا القروه لا تعود تري بالدار، باقيين مو يعني تحويجات الحويجات اللي خرجنا بهم وحنا باقيين بهم من نهار الجمعه، هما باقيين لابسين جليبيه وحويجاتنا باقيين بهم. لي جينا رابو الديور حنا خارجين طوال، وباقي المعنات راه وقفنا داك مول القروه قلنا ليه وقف حتى نخرجو معناتنا ما تبقاش تزعزع في الديور يريبو. راه حنا باقيين اخويا في الزنقه تنشوفو انت باغي بعد الصباح المهم تمشيو للبيت تاع الزنقه. حنا ماشي انا راه عائلات راه ما عرفتش 20 ولا 30 راه في القوس ناعس. لا شتهم في القوس ايوا راني معاهم، راني تانا معاهم. انا هاد المره مسكينه طلب عيطات عليا قالت لي جي نعطيك حويجات ونعطيك هاد المينطات. ها هي هاد المره انا جايبهم من عندها دابا ما لقينا حتى باش نتغطى. واخا الشريف انت شنو كتقول؟ شنو كتقول لنا دابا؟ واش غنقول لك دير الحاله كتشوفوا على عينيكم. هو راه تا هو جوج ديور اسيدي ورانا خرجونا ما جوج سوا الربعة الصباح هادي فين غتمشي؟ ما عندنا فين نعسو، ما عندنا فين نمشيو، ما عندنا باش نكريو، الحالة ضعيفة، كنبيعو خضيرة. والله يدير شي انت الدار ديالك انت رابت ولا هي مهدده بالانهيار؟ لا لا رابت نص الزوج ديالك السيد. دابا انتم والوليدات ديالكم وداكشي فين كاينين؟ الوليدات ديالنا راه وحده اللي واقعه ناعسه تما، وحده راه تما كانت ساكنه معاه انا ساكنه فوق الفران. وهي انا ساكنه في 42 وهي ساكنه في 48 حدا بعضياتنا. هذاك السيد اللي مات جاركم كان جاركم هذاك جارنا. جيراننا مساك الله يرحمهم. الله يرحمهم. جيراننا. واخا شنو الرساله اللي تبغي توصلي للمسؤولين وانت في هذا الوقت؟ والمسؤولين بغيناهم يشوفوا فينا الله يرحم لهم الوالدين. الله يطول عمر سيدنا. يشوفنا والله يخلي لينا سيدنا، والله يجعل سيدي ربي يوقف معاهم. إلا ما يعاونونا حتى يدبروا لينا على فين تخشاو ونخرجوا حويجاتنا. خارجين حفيانين عريانين. الناس اللي عطاونا حتى تشوف دابا الناس هما عطاونا هاد المينطات هاد الحويجات. دابا ما عندنا لا اذا كيف كتشوفوا مشاهدينا الكرام هذه اسره مغربيه من ساكنه درب مولاي الشريف بمنطقه الحي المحمدي بمدينه الدار البيضاء كتقضي الليل ديالها في العراء في الزنقه كيف كتشوفوا. ما عندهم لا ما يفرشوا لا ما يتغطاو لا والو. راجل مسن والزوجه ديالو هما كيقضيو الليل ديالهم هنا في العراء. شكون هي بنتكم؟ بنتكم مع وليدها ولا بنية عندها 4 سنين تاهي. مازال راجلها مشى لدارهم وهي راجلها مشى لدارهم وخلى المرأة في بيتها في الزنقة. راه مشى لدارهم راه مسكين ما يقدرش يدي معاه مرتو. وفين غادي تمشي؟ راه هو زاد لدارهم وهي بقات معاه. لا لا سكنه بانت لا سكنه. اش غادير؟ واش غندير؟ مازال حنا الدار عندنا دايره للسقوط وين راه راش يخرجونا من كلشي خرجونا. ديك راه هي محلول لها فمها اللي فوق الفران. ايوا ولدي هادشي اللي كاين. انتوما كيف كتشوفوا اسره كيف كيقولوا البنت ديالهم متزوجه وعندها غاديه وليد ولا بنيته اللي عندها بنية غاديه
بيته معها بالليل هنا في الزنقة. نتمنى أن المسؤولين يعجلوا اتخاذ أي قرار من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهاد الناس ما يبقاوش يباتوا في الزنقة. قناة شوف تيفي كتجول في هذا الصباح في الساعة 4 صباحا صادفات هاد الأسرة اللي هي بيتها في العراء. هازين هاد المنابس اللي كيقولوا عطاوها لهم غير الناس باش يشوفوا كيفاش ينعسوا. نتمنوا ان السلطات المحليه ديالنا او السيد العامل ياخذ قرار سريع باش ينقذ هاد الناس من شبه التشرد. هادو ناس كانوا في ديورهم، ولكن الظروف والامطار الغزيره اللي سقطت على مدينه الدار البيضاء واللي خلات عدد كبير ديال المنازل يسقط على رؤوس ديال اصحابها، السلطات اجلت باتخاذ قرار اخلاء المنازل الايله للسقوط وخرجاتهم. لكن فين خرجاتهم؟ فين غيمشيو هاد الناس؟ السؤال كيطرح نفسه، فين غيمشيو هاد الناس؟ المنازل ديالهم الى السقوط، ايه الى السقوط، ولكن هاد الناس واش غادي يبقاو ديما في الزنقه؟ غادي يبقاو يقضيو الليل ديالهم هنا؟ سؤال كيطرح نفسه، نتمنوا الاجابه عليه من طرف السلطات المحليه هنا بمنطقه عين سبع الحي المحمدي. اذا الى هنا ناتي على نهايه هذا المباشر. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.